السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليكي. هالة من غربية. أهلا بيكي هالة، تفضلي. احنا انا عن نفسي عندنا في البيت احنا كارت، مالناش دعوه بالمحافظ. جيد. بس وعندنا اصلا المحافظ بيبقى معروف، شكله معروف، حتى لو يعني محدش بيطلب منه اثبات شخصيه او كده، هو معروف بقاله سنين يعني الناس عارفاه في المنطقه. جيد. بس انا احنا شغالين كارت يعني. وانا في منطقه صناعيه اصلا. انا المشكله عندنا بقى ان احنا منطقه صناعيه. كلها مصانع، يعتبر كلها مصانع، والكهرباء بتقطع كتير قوي، ممكن 6 مرات، كل مره ساعه ونص. احنا بالنسبه لنا احنا عندنا مشروع قايم على الكهرباء. المشروع ده تبريد وحفظ بطاطس. احنا فتحنا بنشوف، احنا لسه قدامنا شهرين عشان نفصل، هو المفروض نفصل التلاجة بعد كمان شهرين. احنا فتحناها يعني حال البطاطس مش حلو، مش هيعجب التجار لان الكهرباء بتقطع كتير. فمشكلة، مشكلة كبيرة على الكل بصراحة. نعم الحقيقة هلا، انت بتذكري مشكلة واقع فيها كتير من الناس، لان في محافظة مثلا كفر الشيخ او الدقهلية او حتى الغربية اللي حضرتك فيها، عندهم هي دي المشكلة الحقيقية مع ثلاجات البطاطس، بالفعل بيشتكي كتير من هذه الأزمة. طيب اتغلبتوا عليها الأيام اللي فاتت ازاي؟ هل بالفعل كده حصل خسائر كتير، ولا ممكن يتم التجاوز عندها بعد حتى على الأقل موضوع البيان، وبدأتوا تعرفوا امتى هتقطع الكهرباء وامتى هتيجي؟ هي البطاطس عايزه 24 ساعة تبريد، شغل كهرباء مش عايز يتفصل عليها خالص. حتى التجار اللي هم حاطين عندنا، احنا يعني مجرد عينينها بس للتجار، اللي بيجي بيلاقي البطاطس مش الجودة اللي هو واخد عليها، زعلانين اصلا ومش عارفين هنبقى بعد شهرين هيبقى شكلها ايه، مش عارفين. طبعا اكيد هيحصل خسارة كنا لا نتمناها هالة، لكن قولنا يعني بعد البيان، هل بالفعل البيان التزم بمثل هذه المواعيد صحيحة كما جاءت في البيان، ولا الواقع أصعب؟ يعني عندك فعلا قبل 10 دقائق من رأس الساعة بتقطع، وبتيجي بعد 10 دقائق من بداية رأس الساعة، ولا الموضوع أصعب من كده يا فندم؟ لا، هي بتقطع على رأس الساعة بنص ساعة، يعني احنا بتقطع ونص، يعني كل 6 ساعات ساعة ونص، كل 6 ساعات ساعة ونص تقطع. واحنا هنعمل ايه؟ احنا ما عندناش محول اصلا ولا عندنا حاجة، ان يعني المشكلة ملهاش حل بالنسبة لنا. طبعا كده حضرتك بتقولي مواعيد مختلفة عن ما جاء في البيان، فده برضو محتاج تفسير. لكن هلا طبعا قلبي عندك في المشكلة دي، ونتمنى ان ما يكونش فيه خسائر اكتر من كده، لكن بالفعل ده واقع الناس اللي يعني قايمين بمثل هذه المشروعات، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. على فكره يعني من ضمن الحاجات الصعبه اللي تم قراءتها الايام اللي فاتت، بالامس تقريبا كان في طفله 10 سنوات كانت في احد الاسانسيرات، وكان في مشكله حقيقيه كانت هتؤدي لاختناقها لان الكهرباء قطعت وهي جوه. فتخيلوا لما يكون في اطفال او كبار سن او فالموضوع بالفعل كان بيحتاج جدول زمني، بس يكون مطبق يا جماعه، يكون حقيقي. ده اللي بنحاول نسال عنه اليوم. احنا يعني خطوة جيدة ان يكون في جدول زمني، كنا نتمنى طبعا ان ده يحدث قبل انقطاع الكهرباء من اول مرة، لكن تمام اهو بنحاول ان احنا نتواكب مع ما يحدث، ونقول لو ده حقيقي هل بالفعل حضراتكم هتكونوا مستعدين ليه، ولا هي المشكلة قائمة، والمشكلة الأساسية هي فعلا قطع الكهرباء مش بس معرفة مواعيدها.